محمد محمود في كلام كتير على محمد محمود، يا ريت احنا نتكلم في الموضوع. كلام كتير على السوشيال ميديا الناس للاسف. طب انا عايز بس اتكلم في نقطه محمد، انا ما كنتش عايز الحقيقه لان ده كان حاجه شخصيه بيني وبينه. محمد من الناس اللي انا بحبهم جدا جدا، انا كاسلام يعني كشخص بقى بعيدا عن لعيب كوره. فانا كان ليا معاه مكالمه طويله جدا. طبعا هو من حقه ان هو يزعل ومن حقه ان هو يتضايق، ده طبيعي. ده لو ما كانش كده يبقى مش احنا نشك انه لعيب اهلي اصلا. بالظبط كده، برافو عليك. طبعا برافو عليك. طبعا هو بقى له سنتين ما بيلعبش على فكره. فنيا فنيا محمد محمود من اهم لعيبه مصر، ستار رائع في الماتشين يعني، او في الماتش اللي شفناه. انما واضح ان وزنه زايد، يعني واضح ان وزنه زايد. ما لهاش علاقه اصلا وزنه زايد دي، فهو متساب عشان يجهز. وهو الكلام اللي قاله دايما، حتى كتب كده على الفيسبوك او على السوشيال ميديا، كتب ايه؟ كتب يا جماعه انا ما عنديش مشكله ان انا افضل قاعد احتياطي في النادي الاهلي الخمس سنين ولا الاربع سنين اللي انا قاعدهم. وبالتالي هو طبعا زعلان ومتضايق لان دي شخصيه النادي الاهلي بالمناسبه. وهو يعني بيحظى بحاله عاطفه كبيره جدا. لا هو مين لاعب بيقعد على الدكه ما بيتضايقش؟ بالظبط. لكن في مدايه ايجابيه، لا في لعيبه موظفه ان انا عندي رغبه ان انا العب. لعيبه موظفه ما بتكملش. محمد مش من النوعيه دي. لا طبعا. يعني انا مش لازم يعني اتكلم عن كل ما يخص المكالمه، ولكن في النهايه محمد يستحق التقدير. لعب هينتظر لانه لاعب موهوب، هينتظر لغايه لما ياخد دوره. ده اللي انا فهمته. عارف انه اجيري مدرب المنتخب المصري المكسيكي اللي كان قبل كان مقتنع بيه جدا، كان بيقول ان ده من احسن خمس لعيبه في افريقيا. والله طبعا يعني قال كده. ودي حقيقه ان هو واحد من لاعب عنده شخصيه، وانه هو نزل بس هو ما عملش حاجه في الماتش مثلا، هي غير ترقيصه مثلا. الترقيصه اللي عملها وكان باص كده حلوه، لكن الترقيصه دي ترقيصه مش اي حد اللي بيعملها. ترقيصه حضرتك برضو بتبين لك فدنا في الموضوع ده. يا ريت يا كابتن استنى فدنا في الموضوع ده يعني. يعني خد انت تقول لنا يعني. ما انا بقول لك عشان كده. وانت لعيب جنبك زي محمد محمود لما بتشوفه. ما انا بقول لك عشان كده. لا السؤال برضو الثاني، هل وجود محمد محمود موضوع الاسئله النهارده طب هو المفروض كابتن اسامه اللي بيسال. معلش لا انا بساله عشان هو واحد. لا هو لا مش هتعرفوا توقعوا بيه. انا بس الدكتور النهارده اللي عايز يسال على فكره. انا قلت في بدايه الحلقه ان دي حلقه الاسئله. كلاعب كوره دلوقتي ده معسكر طويل، بنتكلم في 10 ايام. هل من الاصلح ليه والافضل ليه انه كان يتمرن بس مع زمايله واحتكاك مع زمايله انك ترجعه، ولا كان افضل انه يتمرن مع الناشئين؟ هي دي اللي انا اول مستبعدها. معسكر يتخللوا مبارياتين رسميتين ماشي. طب ما هو في لعيبه برضه مش هتلعب. وجهه نظر مدير فني. هو في الاخر انا عارف مين اللي هيلعب. انا بسال. ايوه انا بقول لك في الاخر هو انا مش عارف مين اللي هيلعب لسه. انا عندي دلوقتي 27 لاعب اعتقد هم اللي موجودين. 26 يعني مش اقصد هل كان هيفرق لو بقت 27؟ على حسب المدير الفني. على حسب المدير الفني. على فكره هي مدارس وكده ليها مغزى خالد معين. هو ليها مغزى معين. ممكن يقول له مثلا ايه، عايز يعلي اللياقه البدنيه، عايز يخليك زي ما عاوز بيقول تخس 2-3 كيلو في ال 10 ايام دول. فانت هناك مش هتقدر تعمل احمال معينه مع الفرقه كلها. طب ما انت لو هتشتغل لوحدك خلاص اشتغل لوحدك وانت في البيت. طب ما هو بيرسي تاوي يا كابتن. على فكره انا بسال السؤال ده عشان التوضيح. لا ممكن اصل هي مدارس دي، ما تاخدش راي حد. في ناس تقول لك ان هو لو اتمرن مع زمايله يدوس اكتر ويجيب فرق. ان هو بيتمرن كوره وفني وتكتيك وبدني ليه علاقه بالماتشات، وانه بيتدرب بدني عشان يخسس ويرجع لياقته. ده لازم تعمل له برنامج تجهيز لوحده. بالظبط. فهو معمول له برنامج تجهيز لوحده. بعد كده خلي بالك خلي بالك انت بعد كده كمان راجع، انت هتقف شويه. فتره الوقف دي هتقعد من 26 لغايه يوم 12 صح؟ يوم وقت طويل جدا هيتوقف. تكون جهزته بشكل بدني وفني بشكل ساعتها بقى نقدر نتكلم في هذا الامر. طبعا تكون قناعات برضه. هي في الاخر خلي بالك كل مدير فني ولو قناعاته. طبعا. يعني على فكره وكل القناعات في الاداره الفنيه هي قناعات طبعا بس صحيحه. طبعا انا قبل ما حضرتك تختم بس في نقطه، انا اتمنى من لعيبه الاهلي يكونوا شافوا درس الترجي والاتحاد المانشستري اللي ده كان ماتش سوبر تونسي وكان برضه نسخه السنه اللي عدت زي اللي عندنا. الترجي بكل المعايير بتاعتنا هو الافضل هو الاقوى والافضل. الفرقتين اتعادلوا 1-1 والاتحاد المانشستري فاز بضربات الجزاء. اتمنى ان اللعيبه والجهاز الفني يشوفوا الكلام ده، لان مفيش ماتش مضمون. مفيش حاجه اسمها انك تاخد كاس. طبعا ماتش الكاس. يا سيناريو ماتش الكاس الاهلي لحد الدقيقه 93 كسبان 1-0 بجول كهربا. نصر منسي بيتعادل. الاهلي بيتقدم تاني في ضربات الجزاء بثلاث ضربات في مقابل ضربه، وبعدين اثنين لعيبه بيضيعوا من النادي الاهلي ورا بعض، وحسين السيد لو دخل وحط ضربه الجزاء كان بقى تعادل، وروحنا تاني لضربه وضربه وكان بقت مشكله. فالحقيقه سيناريو ضربات الجزاء سيناريو مزعج جدا. هي مباراه صعبه جدا، ولكن في النهايه ننتظر ماذا سيحدث ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم.